اتحققت. طيب ادي لاعب رقم واحد. لاعب رقم اثنين علي معلول، ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي. انا مش عايز ابرز الحاجات اللي زي دي، بس انا لازم اعلق على ما يحدث بالتحديد من هجوم للاعب من بعض ال يعني مش عايز اقول يعني بعض الجماهير قليلين جدا، عدد قليل يعني. ممكن يكون في اخطاء لعلي امبارح مثلا، وارد ممكن علي ما يكونش في مستواه، لكن مش المنطقي يا جماعه، مش من المنطقي اطلاقا ان انا اجي انتقد لاعب او ان انا اجي اعمل حمله على لاعب لو بيلعب 100% من الماتشات فهو بيديني 90% من مستواه، او لو بيلعب مثلا الماتشات كلها فممكن 90% من المباريات دي بيديني 100% من مستواه. فهمتوا قصدي؟ يعني لو علي معلول ده لعيب اساسي، هو فعلا لعيب اساسي في الاهلي فبيلعب كل الماتشات، فان يبقى 90% 95% من الماتشات دي بيديني 100% من مستواه، فده حاجه تحفه، دي حاجه جامده قوي. فلازم نكون احنا بنراعي الظروف والضغوط والاحمال البدنيه الكتيره من خلال المباريات الاكتر اللي بيواجهها اللعيبه، لان هم مش مكن تاني، هم مش مكن. فالمسانده احنا متعودين عليها طبعا كجماهير للنادي الاهلي، احنا بنساند، وطالما النتائج موجوده في المراحل اللي زي دي فخلاص الامور مقبوله جدا جدا، لان الاهم في الاول في الاخر النتيجه. وبالمناسبه احنا بقالنا سنتين مثلا بنطلع التاني في مجموعه، مش معنى كده ان انا بتمنى الاهلي يطلع تاني، بس قصدي بنواجه صعوبات في دور المجموعات وبنكسب البطوله، مش بقياس اطلاقا، لكن انت ما تفكرش غير في انك تكسب خلال المرحله الحاليه، لان فعلا المواجهات صعبه جدا. فدي جزئيه من ضمن الجزئيات المهمه اللي انا حبيت اتكلم عليها، سواء فيما يتعلق بفترات الراحه، فيما يتعلق بانتقاد بعض اللاعبين اللي من الوارد جدا وما يكونش في مستواهم، لكن برضو جابوا لنا الانتصار امبارح وده امر مهم جدا. فبالتالي نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المرحله الجايه، لان المرحله الجايه غايه في الاهميه، مباراه بيراميدز. هفكر حضراتكم بس ب جدول ترتيب المجموعه قبل ما اطلع الفاصل، لان الفوز امبارح كان مهم قوي، بعد ما الاهلي لعب 3 مباريات والمريخ لعب 3 مباريات من خلال المباراه المؤجله اللي اقيمت امبارح كانت بسبب مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه. فصن داونز متصدر 7 نقاط، الاهلي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، المريخ في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والهلال في المركز الاخير برصيد نقطه، والمنافسه مشتعله في هذه المجموعه، كلنا ثقه في الاهلي ولاعبته في هذا المشوار الافريقي الهام، وان شاء الله باذن الله نفرح بالتاهل للادوار المقبله. بس خلينا واحده واحده كده مع فرقتنا عشان يبقى الامور ماشيه بالشكل المظبوط، وعشان ما نبقاش احنا عامل ضغط، ما نبقاش عامل ضغط اكبر على الفريق في ضغط مباريات وكلام من ده، بس ما ينفعش احنا كمان بدل ما نبقى عامل مساعد وده الطبيعي، لا نبقى عامل ضغط كبير على الفريق فبالتالي ياثر فالنتائج تيجي بالشكل غير مرغوب، وده اللي احنا مش ما نتمناهوش اطلاقا يعني. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نتكلم لسه شويه، عندنا بعض الامور المهمه هنتكلم فيها. استنونا.